وأمس تمنيتي هذه اللعبة يا فطامي، واليوم اختفت من عندي كل هذه الأدلة إلا أنت سرقتيها. والله العظيم ما أخذتها. حر، بس برتب البيت عادي. شو رايكم انتوا ونجود انتوا عندي اليوم في البيت؟ ليش يا دانا؟ من دون مناسبة، بس انا حابة ان اسوي لمة في البيت وناكل سناكات، يعني حلويات. هذا نجود ياك. هاي نجود. نجود تعالوا بيتي. اوكي اوكي يلا انا الحين بروح اجهز البيت، بتون وياي؟ اوكي يلا تعالوا. هيا عجبكم اللي سويته؟ هي وايد حلو، الاكل كان لذيذ. شكرا يا دانا. بس يا دانا ليش ما ناديتي فطامي؟ انادي فطامي ليش؟ ما رح اناديها، انا اشوفها دائما تنظف، احسها هي ما عندها وقت. يلا يلا خلونا نطلع شويه نلعب. يلا نجود خلونا نلعب. زبالة بيي. هيا ليش تنادينها؟ أكيد يدها مو بنظيفة، تعرفين؟ حرام عليك يا دانا، هي طيبة ومسكينة. جيت جيت الجد بالعفاء ياكم. نلعب، خلينا نقعد ونسولف. تعالوا تعالوا يلا. هيا شو تحبين ماما تشتريك لك؟ أحب أشتري آيس كريم. أما أنا أحب أشتري شنطة وألعاب. أنا أحب أشتري دول ماشين. شنو هاللعبة؟ هذه الماكينة تختار لكم لعبة شو تبينها. حبة وايد نفسي أشريها. هي تذكرت أنا تعرفون الدول ماشين بوصل لي بكرة، نسيت أخبركم أنا طلبتها من الموقع، وبكرة المندوب بيجيبها لي. ما شاء الله حلوة يا دانا. أنا طول حياتي ما حد أعطاني هدية ولا حد سوالي مفاجأة، كنا بس سوالف بناتي. أنا ما بحسدهم، بس في خاطري هدية وتكون مغلفة. يا سلام، يعني أفتح الهدية ألاقي آيفون أو تذكرة سفر، أي شيء، حتى لو لعبة مكينة العرايس كلهم يلعبون فيها، وايد أحبها، شفتها مرة في إعلان. يا سلام خاطري فيها. ماما أنا وايد متحمسة، المندوب بيجي بعد 5 دقايق وبنادي هاي من جديد عشان يشوفون لعبتي الجديدة. بروبيكم لعبتي الجديدة. لأن وايد 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 متحمسين. تعبت، بروح أمشي شوية. ما عندي صديقات، ما عندي أحد يعطيني هدايا. شو هذا؟ خليني أشوف. يا سلام، هذه هدية. سبحان الله، تحقق حلمي وأخيرا هدية. بس هذه الهدية مو بلي. عادي باخذها وبتخيل إنها لي. بشوف شو داخل هالهدية. يا سلام، هذه اللعبة اللي تمنيتها، مكينة الألعاب. وأخيرا تحقق حلمي. خلاص عادي باخذها.
يا سلام، يلا يلا بهرب الحين عشان ما حد تشوفني اني خذيت هاللعبة اللي انا احبها وايد. يلا يلا الحين شكل المندوب، يا تعالوا تعالوا بسرعة بسرعة يلا. وصلت لعبتي، تعالوا تعالوا وصلت لعبتي، انا تعبت افتحها. ها وين لعبتي؟ مين سرقها؟ وين لعبة وين؟ بتصل في المندوب. اتصلي. الو، انت كيف تعطيني الكرتون بدون لعبة؟ كيف؟ اعتذر منك لاني انا متأكدة ان اللعبة داخل الكرتون. بس اوكي مع السلامة، انا متأكدة ان احد اخذ اللعبة يا هيا. يا دانا، يعني من اخذها؟ يعني منو 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 منو؟ حبة وايد نفسي اشريها. اها، تذكري اول ما طمي قالت ان هي وايد تحب اللعبة، اكيد هي اخذت اللعبة، اكيد هي ما في غيرها. لا 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 يا دانا، هذه مو فطامي، فطامي مستحيل مستحيل تسويها. بلاهي، اكيد بسويها الحين، بروح عندها. لا لا يا دانا لا، خليني. يلا طلعيها، يلا طلعيها الحين، او الحين بدخل بيتك وبشوف. شو أولك ما تعرفين؟ يلا طلعي مكينة الألعاب. ها ما عندي، ما أعرف شو تقولين. بصراحة كيف خلاني أني أنا أعرفش أن أنت اللي سرقتي لعبتي؟ لأنك أنت شكلك فقيرة، وأمس تمنيتي هذه اللعبة يا فطامي، واليوم اختفت من عندي. كل هذه الأدلة أن أنت سرقتيها. والله العظيم أنت. وسعي 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 بسرعة، خليني أروح أفتش الحين البيت. لا لا لا، بفتش لعبتي هني. شو هذا؟ إيه؟ ليش تجمعين أغراض القديمة؟ إيه؟ أكيد هذه مسروقات. الحين بشوف لعبتي هني. والله مش أنا، أنا ما أسرق. طفلتك فين؟ يا سلام، هذه أحلى لعبة عندي، لعبة مكينة الألعاب. يا سلام، أحلى لعبة عندي، لعبة مكينة الألعاب. يا سلام، أحلى لعبة عندي، لعبة مكينة الألعاب. ها؟ مكينة الألعاب؟ أسمع صوت. ها يا بنات، تعالوا، شو رأيكم لعبتي؟ لعبة مكينة الألعاب. من وين حصلتي عليها يا ليلى؟ ما يخصك، هذه هدية لي، كافأت نفسي فيها. عادي أشوفها يا ليلى؟ ها؟ شو بتشوفين فيها؟ انزين شوفي. ها؟ الشكل بعد موجود، مكتوب اسمي وعنوان بيتي، يعني أنت اللي أخذتيها من على بابي. هاتي لعبتي، أنا أخذتها أول، أنت نسيتيها وما خذيتيها، أعطيني إياها. ها هاتيها هاتيها. روحي ولا بخبر الشرطة عليك. لا لا لا، لا تخبرين الشرطة علي، الشرطة لها يومين تدور علي. الله يخليك، لا تخبرينهم. يلا يلا بهرب يا ليلى الحين، لا تخبرين الشرطة، لا تخبرين الشرطة. اتهمت فطامي بسبب شكلها الفقير، خربت بيتي لولا. وخربت بيتها، انا وايد غلطانه، انا بعتذر لفطامي وبعطيها هاللعبه، ولو كانت لولو ويانا كانت بتقول. يا
يا أصدقائي، لا تظلموا الناس وتحكموا عليهم بالسوء من خلال مظهرهم، فقد يكون بداخلهم أرواح طاهرة وقريبة من القلب وجوهرهم أنقى. مثل ما توقعت الباب مفتوح. بسم الله. جيت عندكم، بس شو بنسوي فعاليات؟ هي لولو اشتقنا لك والله. هي والله، بس كان عندي وايد واجبات وامتحانات. شو اسوي اليوم؟ اريد اسوي شيء يضحكني، ابا ذكريات حلوه. هذا بيت سوالف بناتي، بسوي فيهم مقلب بخليهم يكرهون هالويكند. بلبس قناع وبسوي فيهم مقالب وايد تضحك، ما في غير هالحل، هم لأنهم وايد خوافات. طبعا أكيد الباب راح يكون مفتوح لأنهم ما يهتمون ولا يسكرون الباب. ما توقعت الباب مفتوح. بعلي صوتي عشان يركزون معاي. انا الحرامي، انا بسرق الذهب. ها؟ شو الصوت؟ صوت الحرامي. تعال تعال بسرعه بسرعه، يلا يلا بسرعه بسرعه بسرعه، وما حد يقدر يتحداني. لا تخافون لا تخافون، هذا حرامي، بنشوف شو بنسوي. لا تخافون لا تخافون، شو بنسوي؟ تعالوا تعالوا معي. لا تخافون لا تخافون، لازم نتقوى. وينكم؟ وينكم يا أطفال؟ أنا الحرامي. حرامي حرامي، لا تخافون لا تخافون، ما بكل مرة بنبكي لازم نتفوق على الحرامي ونسوي الخطة. زين شو نسوي يا لولو؟ لا تخافون لا تخافون، المقلب الأول بيكون عليه. شو نسوي؟ جتني فكرة. لولو لا تمسكونا لا تمسكونا، خليكم هنا لا تتحركون. بس ما رح استسلم ما رح استسلم، بكمل. من بدايتها نحاسة، بس انا ما رح استسلم، انا بكمل. يلا قومي يا ليلى. يلا خبروني وين الذهب يا بنات؟ وينكم يا سوالف بناتي؟ وين؟ خلصنا الخطة الأولى، يلا خلنا نشوف الخطة الثانية، خلنا نشوف وين بتروح. يلا خليكم وراي، تبون تبون خليكم وراي. يلا تعالوا تعالوا. أنا عندي فكرة، تعالوا معايا، تعالوا بتشوفونا، وايد حلو الفكرة، تعالي يلا. أهم شي ما تطلعون أصوات. أوكي يلا. وين راحوا البنات؟ أنا أعرف إن هي بتشي فوق متأدى أنا. أعرف شو بتسوين يا دانا؟ أتهزة. يلا خلينا نشوف شو بيصير. أهم شي كونون هادين. أوكي.
يا بنات يلا أنا الحرامي، أعطوني ذهب، أعطوني فلوس، وينكم؟ أكيد هم فوق، أخوفهم بهالقناع، لازم أكون ذكية وأنتبه إذا كان شيء خطير في البيت. شو هذا؟ لا هذا اكيد مقلب منهم. اخ اتعورت والله، بس انا ما شوف احد هني، مستحيل هم البنات يسووا لي مقلب، انا جيت هني عشان انا اسوي لهم هالمقلب. بس قومي قومي يا ليلى، لا تستسلمين، لازم تخوفيهم، ودائما انت مقالبك ناجحة. يلا يا بنات تعالوا اعطوني الذهب والفلوس، يلا يا بنات وينكم؟ وين راح البنات؟ انا مليت صراحة. الحرامي شكله هياي، انا خلص خلصت كل الافكار اللي عندي. وانا حتى يا لولو انا ما عندي اي فكرة اسوي له، منو عندها افكار؟ هاي انا عندي. شوف فكرة الغطامي. شي يكوي فكرة حلوة يا فطامي. حلوة بتخاف. يلا يلا خلينا نسوي لها المقلب. يلا. يمكن احصل عندهم فلوس. لا ولا عندهم اي شيء. لازم اروح اشوف غرفة امهم، البنات اكيد ما عندهم ذهب وفلوس. يلا الحين بروح غرفة أمهم. هذه حشرة، صرصور كبير، أنا عندي فوبيا من هالصراصير. يلا 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 يا ليلى نزلي بسرعة، أحسن أنزل تحت، خلاص بنزل بنزل تحت. اتوقع صعب اني اطلع مرة ثانية فوق، بكمل هني المشوار، كل ما طلعت فوق صار شيء، انا خايفة. هامي تحت. شو نسوي؟ شو نسوي؟ عندي فكرة، تعالوا تعالوا، عندي سحر بضربها في راسها. خلاص انا ليلى، خلاص انا مليت، ما بسوي وياكم ثاني مره مقالب، تراني كنت امزح بس. انتي ليلى؟ باي، ما راح ارجع مره ثانيه.
يا أصدقائي، قد ينقلب الشر عليك، لهذا كن طيبا ولا تؤذي أحدا.